ما أتت الشريعة بالترخص فيه بالتبرك فيجب ألا يتعدى ما جاء به الشرع. الشرع جاء ببيان، وهذا مثال، ببيان أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ويشرب، أو أنه يصب على المريض، يصب على المريض من ماء زمزم، فجاءت بذلك السنة. أما أن يجعل ماء زمزم بطرق أخرى من أجل التبرك مما لم يأتي بها الشرع فلا يجوز.